بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى. أحبائي طلاب الصف الثاني المتوسط، درسنا اليوم عن ميل المستقيم. فكرة الدرس: نجد ميل المستقيم، التغير الرأسي، التغير الأفقي. لاحظ التغير الرأسي في الارتفاع هنا 45، والتغير الأفقي هنا 30. إذن المعدل يكتب بصورة كسر 45 على 30، بالتبسيط 3 على 2. لو كان التغير الرأسي 100 والتغير الأفقي 50، يصبح المعدل الميل 100 على 50، والجواب 2. إذن يستعمل مصطلح الميل لوصف انحدار خط المستقيم. فالميل هو نسبة التغير الرأسي إلى التغير الأفقي. إذن نسبة أعلى تغير رأسي، الأسفل تغير أفقي. إذن هذا هو الميل. أوجد ميل جهاز المشي. إذن التغير الرأسي على التغير الأفقي 25 على 120، بالتبسيط 5 على 24. أوجد ميل السطح المجاور. إذن التغير الرأسي هنا 4 والتغير الأفقي 8. إذن ميل السطح هو 4 على 8، بالتبسيط 1. الميل ممكن يكون موجب وممكن أن يكون سالب. حركة التغير الرأسي والأفقي: بالتغير الرأسي فوق موجب، تحت سالب. في التغير الأفقي يمين موجب، يسار سالب. أوجد ميل المستقيم. إذا نختار على المستقيم نقطتين، ولتكن هذه النقطة وهذه. إذا هذه النقطتين، وننتقل من نقطة إلى أخرى. لاحظ أنا أفضل دوما التغير الرأسي. إذا لاحظ 1 2 التغير الرأسي، التغير الأفقي 1 2 3. إذا 2 على 3، هذا هو ميل المستقيم. إذا هنا أوجد ميل المستقيم، نقطتان لا على التعيين، هذه النقطة وهذه النقطة. إذا التغير الرأسي لاحظ إلى الأعلى 1 2 3، إذا يساوي 3 على 1 2 3 4. إذا 3 على 4 ميل هذا المستقيم. أوجد ميل المستقيم، نأخذ نقطتين لا على التعيين، هذه النقطة وهذه النقطة. إذا التغير الرأسي دوما نفضل. إذا من هذه النقطة رأسي، ولكن إلى الأسفل حتى نصل إلى النقطة الأخرى. نبدأ 1 2 3 4 5، بما أنه للأسفل نقول سالب 5. سالب 5 والتغير الأفقي إلى اليمين 1 2، إذا سالب 5 على 2. إذا هذا هو الميل، سالب 5 على 2. إيجاد الميل باستعمال الجدول: هو التغير في صاد على التغير في سين. لاحظ 12 9 1 3، إذا 9 ناقص 12 هو سالب 3، و 3 ناقص 1 2. إذا التغير في صاد على التغير في سين، فالميل يكون سالب 3 على 2. إذا التغير سالب 3 على 2. وإذا أردنا تمثيلها بيانيا، وضعنا هذه النقاط ووصلنا بينهما، ونلاحظ هذه النقطة كما المثال السابق. إذا التغير في صاد 1 2 3 إلى الأسفل سالب 3، والتغير في الأفقي 1 2 سالب 3 على 2. إذا
نفس الناتج بالتغير في صاد على التغير في سين نفس التغير الرأسي على التغير الأفقي. أوجد ميل المستقيم، هذه النقاط وضعناها وصلنا بينهما، هذا التمثيل البياني لها يعتبر، حتى نجد الميل هو التغير في صاد على التغير في سين. لاحظ ناقص واحد ناقص ناقص اثنين الجواب واحد، على سالب اثنين سالب سالب ستة الجواب أربعة، إذا الجواب واحد على أربعة. وإن أخذناها في التغير الرأسي على التغير الأفقي، لاحظ هنا واحد على محور الصادات على اثنان واثنان أربعة، إذا واحد على أربعة، مع ملاحظة أنه على محور السينات كل مربع عبارة عن اثنين. أوجد الميل هو التغير في صاد على التغير في سين، سالب اثنين سالب سالب واحد اللي هو جواب سالب واحد، على صفر ناقص ناقص أربعة اللي هي أربعة، إذن الجواب سالب واحد على أربعة. إذن أوجدنا الميل باستعمال التغير الرأسي على التغير الأفقي، وكذلك استعملناه في التغير في صاد على التغير في سين، مع ملاحظة أنه عندما نكتب سين واحد هذا دليل، تقرأ سين واحد صاد واحد، خط صغير أسفل ويسار، يعني أسفل ويسارها. إذا سين اثنين أو نقول اليسار وأسفل، سين اثنين صاد اثنين. إذا الآن مفهوم أساسي، الميل هو التغير في صاد، صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد، تحفظها مثل اسمك هذه القاعدة أيها الطالب. إذا الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات. إذا من البيان هنا صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد، إذا نفس البداية النقطة من فرق الصادات، سين صاد اثنين ناقص صاد واحد سين اثنين ناقص سين واحد. إيجاد الميل باستعمال الإحداثيات. لاحظ عندنا أوجد الميل، هاي الإحداثيات نقول نسمي هذه بالأفضل بالأعلى، نسميها مثلا سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين، فنقول صاد اثنين اللي هي اثنين ناقص ناقص أربعة، اثنين ناقص ناقص أربعة اللي هي تصبح ستة، على اثنين ناقص ناقص واحد اللي هي ثلاث، إذا الميل ستة على ثلاث. ونتحقق أنه إذا أتينا من اليسار إلى اليمين إلى الأعلى موجب. مثال ثاني، إذا صاد سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين، في الميل هذا القانون صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد، فنبدأ من هنا ثلاث ناقص اثنين على ناقص أربعة ناقص واحد، فالجواب واحد على سالب خمسة، تصير سالب واحد على خمسة، ولا تفرق الإشارة هنا، وضعناها سالب في المقام أو في البسط أو مقابل الكسر فهو واحد. أوجد ميل المستقيم المار بكل نقطتين فيما يلي. إذن سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين، فالميل يساوي ثلاثة ناقص اثنين اللي هي واحد على خمسة ناقص اثنين اللي هي ثلاث، فالميل واحد على ثلاث. أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين سين واحد صاد واحد كما أسلفت سين اثنين صاد اثنين، إذا صاد اثنين اللي هي ناقص ثلاثة ناقص واحد جوابها ناقص أربعة، على صفر ناقص ناقص اثنين جوابها اثنين، فالميل يكون سالب اثنين. أخيرا أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين
نسميها سين واحد صاد اثنين، سين واحد صاد واحد على سين اثنين صاد اثنين. إذا نبدأ ب سالب اثنين سالب سالب أربعة على سالب ثلاث سالب سالب سبعة، والجواب اثنين على أربعة، والتبسيط تبعها نصف. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.